ديفلوبمون انفورماتيك متى نقولوا ديفلوبمون انفورماتيك ستازيا من لي فاريابل من لي فونكسيون من لي كلاس ليكريتور ديال لي فيشي ليكريتور ديال لي دوسي ديال لي نون ديال لي تاب في لا باز دو دوني لي شون ديال لي تاب في لا باز دو دوني خاصكم ضروري تريسبكتيو دي نورم لانه بارفوا تتلقاو دي فريم ورك لي ضروري الا ما كنتيش عارف هاد لي كيسز غتسبوك مشاكل كبيره. غادي يكون مثلا عندك لو موديل او لونتيتي كريي ولا كوريسبوندونس ديالها لا تاب في لا باز دو دوني اي لي اكزيست ولكن بوز كنت ما عارفش هاد لي كيسز بوتيتر ما كايناش ديك لا ليزون وما الفريم ورك ما غاديش يقول لك بالضبط شنو هو المشكل. هو يقول لك بان لا كونيكسيون ني با ايتابلي هادشي اللي غادي يقدر يقول لك. دونك هاد لي كيسز كاينين معروفين كاين الكامل كيس والباسكال كيس والسنيك كيس والكيبب كيس. الو بالنسبه للكامل كيس مثلا درت لكم ان اكزومبل دو كود هنايا في لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل في نابورت كيل لونغاج سوف دي بارتيكولاريتي مثلا لو لونغاج بايثون ما تنكتبوش لا فاريابل بهذا الشكل هذا. دونك نابورت كيل لونغاج مثلا لونغاج جافا سكريبت جافا بي اتش بي اي لونغاج تعرفوه من غير البايثون تنكري لا فاريابل بهذا الشكل. كندير مثلا بوسكو عندي لا فاريابل فيها ديمو كومبوزي فهاد لو كان دي فيرست نيم يعني دو وورد ولا تو وورد ولا دو مو. الوغ هنا فيرست تنكتبوها كلها مينيسكول و دوزيام او لا بارتيير من دوزيام مو لا بروميير لتر تتكون اون ماجيسكول فيرست نيم ان ماجيسكول. الوغ هنا تتسمى الكامل كيس لاي فاريابل او لاي فونكسيون ديكلاري او لاي ميثود ضروري تكون مكتوبه بالكامل كيس ماشي تجي بدا تكتب لا فاريابل بالطريقه اللي بغيتي انت. نو خاصها تكون تريسبكتي هاد لا نورم ديال الكامل كيس نابورت كيل لونغاج ميم سي حتى البايثون. مي البايثون عنده دي نورم خاصين به مثلا في لي فاريابل ما تنيتوليزيش الكامل كيس تنيتوليزي شكون ابي لو سنيك كيس هي اللي غادي نشوفو ان شاء الله ابخي. بالنسبه لباسكال كيس باسكال كيس هما ليكريتور اللي تتكريو بهم لي نون ديال لي كلاس و لي زانترفاس. مثلا لي كلاس الا كان كومبوزي بحال هكذا يوزر ديتيلز عندي يوزر وعندي ديتيلز سيتادير شاك لتر دو شاك مو شاك بروميير لتر دو شاك مو خاصها تكون اون ماجيسكول. لاحظوا هنا يوزر لو او ماجيسكول و ديتيلز حتى هي الدي خاصها تكون ماجيسكول. نعطيكم ان اكزامبل الناس اللي تيخدموا ب لارافيل مثلا مي تديكلاري ان موديل سيتادير كو لو موديل اي لي افيك اون تابل في لا باز دو دوني. هنا خاصك تريسبكتي واحد لا نورم. شنو هي هاد لا نورم؟ وان لو نون ديال لا تاب في لا باز دو دوني خاصو يكون مينيسكول بلوريال مينيسكول بلوريال. مثلا الا كنتي تكتب بلونجلي درتي اون تابل اولا ان موديل سميتيه كاتيجوري خاص او نيفو دو لا باز دوني تكون عندك كاتيجوريز وتكون مينيسكول كاع الحروف مينيسكول ولاني بلوريال كاتيجوريز لان الموديل سانغولي كاتيجوري ولاني خاص تكون مكتوب بالباسكال كيس يعني لا بروميير لتر او ماجيسكول. كو كان عندك لو نون دو لا تابل كومبوزي خاص او نيفو ديال لا باز دو خاص او نيفو ديال الموديل يكون عندك لا سيباراسيون او لا خاصك يكون لو نون ديال لو موديل يكون بالباسكال كيس يعني شاك بروميير لتر دو شاك مو عندك في لو موديل خاص يكون اون ماجيسكول هكذا باش دير لا كوريسبوندونس او نيفو ديال لا باز دو دوني. ولا تاب في لا باز دو دوني في لو كاي الا كان عندك دي مو كومبوزي خاصك تكون تتفرق بيناتهم بالاندرسكور او لا تيغي ديال الويت. هادي سي تو نورم اللي خاصكم تريسبكتي ولكن نتوما تفهموا في هاد لي نورم اللي تنقول لكم دابا ما عمر غادي تلقاو شي مشكل مع نامبورت كيل فريم ورك او نامبورت كيل لونغاج. دونك الكامل كيس تن اتوليزي في لو كا ديال لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل لا ديكلاراسيون ديال لي فونكسيون اي دي ميثود. باسكال كيس سنتوليزي مثلا في لا كرياسيون ديال اون كلاس بحال هاد لوكا هذا عندي اون كلاس عندي لو مو كومبوزي في دو مو دونك شاك بروميير لتر تتكون اون ماجيسكول يوزر ديتيلز.
De même, au niveau des interfaces, l'orienté objet, le Pascal case. J'ai le snake case, مثلاً في لو كا ديال بايثون، في لو كا ديال بايثون تندير لو نون دو لا فاريابل على هاد الشكل، إلا كان كومبوزي تنسيباري بتيغي ديال الويتا ولا الأندرسكور، هذا أو نيفو ديال بايثون أولا روبي. في تنيتيليزي هاد لا تكنيك تنيتيليزيها أوسي أو نيفو ديال لي باز دو دوني، بلو بريسيزامون لي كلي إترانجيغ فورين كي. ندير ليكم أن إكزومبل باش تفهمو هاد لا تكنيك هادي، بوتيتر تتعرفوها تتيتيليزيوها. Mais le nom peut-être m'a marqué Smetchobi. Alors, je vais aller à l'interface. Maintenant, je vais avoir deux tables. Alors, on va la première table. Dire la première table, c'est Users. La deuxième table, Posts. Donc, on a dit l'association, la cardinalité, on dit chaque utilisateur peut écrire aucun ou plusieurs posts, mais un post appartient à un et un seul utilisateur, ou le user. Ou puisque la cardinalité faible y est, rédigée, la clé primaire du user, l'ID, foreign key au niveau de la table posts. Mais je n'ai la règle à suivre. La règle où on a le nom de la table référente, on a la clé primaire de la table et est étrangère le posts. Donc le nom de la table référente est users. Mais au niveau de la foreign key, on a le nom est singulier, mais c'est pluriel. Donc le cas où est user. Ou tandir underscore, une tirée d'yel 8. Ou tandir le nom d'yel primary key, ou la d'yel la clé primaire. Fad le cas ou ID, ou tandir ou naya ID. Adiyel la norme, bach en créer les foreign key, ou la ce qu'on appelle les clés étrangères. Foreign key. Très très important de la norme a dit ou qu'il y a des frameworks li le mec tu petit foreign key batch maintenant la ravel d'abord il faut que tu écrives le foreign key batch quel et la mec tu petit batch quel hada on va dire ce qu'on a de la relation mais bien de la table de la table on va dire que c'est un foreign key ou bien un head user c'est la clé primaire qui est la table users donc d'abord il y a la table qui est pluriel ou le nom dit le champ icône user et qu'on singulier à la table référente l'année de la table d'abord l'idée n'a la clé primaire d'une l'année la table référente table référente sous altitude sous bzaf les sociétés les entretiens mais malheureusement clé les tiages n'y a de la table référente ou à de la table l'indra d'abord à de la clé étrangère tetsma la table propriétaire علاش propriétaire لان هي دابا اللي تتملك هاد الاي دي ماشي هادي لا ريفيرونت هادي لا تابل ريفيرونت مي هادي لا تابل propriétaire لا تابل اللي تيكون فيها لا كلي اترانجير سكون ابل لا تابل propriétaire ou la table اللي خدينا منها هاد الاي دي جبناه منها تتسمى لا تابل ريفيرونت la référence ديال هاد اليوزر هي هاد لا تابل par contre هاد لو شون او هاد لا تابل هي لا تابل propriétaire très très important de par exemple le cas ديال les relationships ou les relations ma bin les entités au niveau ديال symphony d'abord est-ce qu'on a la table référente et la table propriétaire. Donc, nous avons là ce qu'on appelle head le case, head le cas, head le case, c'est ma snake case, snake case. Ou tu connais des mots ou t'en séparer bien à temps, tirer des huit ou l'underscore. Ok.
هذه من جهة. دونك نرجعوا او نيفو ديال لو بوست اللي كنت حطيت او نيفو ديال لو بلوغ ديال برايس كودين. الكاتريامون هي الكباب كيس او الكباب كيس. كباب كيس تن اتوليزي مثلا في او نيفو ديال لو كود سي اس اس مثلا تيكون عندي الكي فاليو لا كلي اي لا فالور. هذا كجستيفاي كونتنت هذا هو الكي وهنايا السنتر هي الفاليو. دونك هنا تنديروا لا سيباراسيون بيسكو عندي بليزيور مو مثلا هنا في هذا لو كادو مو تنسيباري بيناتهم تيري ديال 6 او لا سكون ابل اون انغلي هايفن او الداش تيري دو 6. العكس ديال سنيك كيس تنديروا الاندرسكور او لا تيري دو 8 هنا تنديروا تيري دو 6 او لا هايفن او الداش. فين تن اتوليزيو هاد لا تكنيك عاوتاني تن اتوليزيوها بزاف او نيفو ديال سكون ابل بون نعطيكم اكزومبل دابا باش تفهموني. مثلا في لوكا ديال ان بلوغ عندك ان بلوغ عندك لاباج ديالك لا بروميير باج ولا الهوم بيج تيكونوا عندك مثلا دي زارتيكل وعندك هنا السايد بار وعندك دي زارتيكل هنايا. هاد لي زارتيكل ما تيبانش لك الارتيكل كامل تيبان لك غير ان اكستري وبالتالي باش فيزواليزي لو كونتوني ديالو تتكليكي عليه باش فيزواليزي اون سول باج. الوغ هنا اش تيوقع تيدوز في اليو ار ال لو نون دو دومين سلاش لو تايتل والتايتل كيفاش خاصو يكون باش تريسبكتي سكون ابيل لينك فريندلي سيو سيرش انجن اوبتمايزيشن. خاص لو اي ماشي الاي دي مي تايتل يدوز في اليو ار ال ويكون لا سيباراسيون يعني نحيدو لي زيسباس ونعوضوهم تيري دو 6. كذلك لي كاركتير سبيسيو ما خاصهمش يكونوا والا كنتي كاتب فرونسي مثلا لي زاكسون خاصك تحيدهم. نعطيكم ان اكزومبل بلوغ ديال برايت كودين. الوغ الى رجعت لو بلوغ انتم شوفوا هنا اليو ار ال غادي تلقاو بان التايتل ديال البوست نرجع هذا هو لو بوست. ها دونك ها هو التايتل واي يوزين كيسن ان بروغرامين ماترز بي بينيفيتس اند بيست براكتس. الى كليكيت عليه هو نيت غادي تلقاه دايز في اليو ار ال. ها هو دونك حيدنا لي زيسباس عودناهم تيري دو 6 و الى كانوا دي كاركتير سبيسيو تا هما خصهم يتحيدوا. دونك هاد لا تكنيك تتسمى يو ار ال فريندلي سيو وانتم تتشوفوا تنسيباري ما بين ليمو افيك تيري دو 6 وهاد لا تكنيك تتسمى بالكباب كيس. الوغ نرجع لهنايا. دونك الا كان عندي مثلا ان تايتل ما ولا لو تيتر ديالي هو ماي تايتل دونك تنحيد لي سباس و تنعاودو بتيغي دو 6. اوكي دونك هادي تتسمى الكباب كيس. الوغ منين جاي هاد السميات هادو البروميير اللي شفنا هي كامل كيس نكتبهم لكم هنا باش تشوفوهم مزيان. كامل كيس منين جات قلنا الى درنا ليكزامبل ديال اللي شفنا دابا هو فيرست نيم نديرو هنايا فيرست نيم. الى درت هنايا ما بغيتش تكون فيرست نيم بغيتها تكون ماي فيرست نيم دونك ندير هنايا ماي هيا ولاني بوسك فيرست هي الدوزيام مو دونك ابارتيغ من الدوزيام مو تتولي لا بروميير ليتر اون ماجيسكول. دونك ماي فيرست افيك اف ماجيسكول نيم عاوتاني ان ماجيسكول هنا تتولي بحال الحدبه حدبه ديال الجمل دونك سموها الكامل كيس. هادي هي لا بروميير هنا فين درت تنديكلاري ولي فاريابل اي لي ميثود اي اوسي سكون ابيل لي فونكسيون. دوزيامون اللي كنا شفنا هي باسكال كيس. باسكال كيس باينه سي ان نوماج ديال لو سافون دو بروغراماسيون اللي سميتو باسكال ولا هو اللي كان ديفلوبا ولا بروبريتير ديال تيربو باسكال دونك داروا ان نوماج وسموه بالسميه ديالو باسكال. دونك هنا باش نديكلاريو لي زانترفاس اي لي كلاس. تخوازيامون اللي شفنا هي سنيك كيس وقلنا سنيك كيس او انه الا كان عندي بلوزيور مو تنسيباريو بتيري ديال 8 مثلا هنايا ماي تيري دو 8 first name
وفي هذا لوكا لا سيباراسيون ما بين كل مو بتيري دويت داير بحال شي حنش وسموه سنيك، وسنيك راكم عارفين هو الحنش بالدارجه. كذلك لو كاتريام اللي هو الكباب كيس، ها جايه من الكباب، دونك كنا تنديرو لا سيباراسيون افيك لو تيري دو سيس. ماي فيرست نيم هنا تيبان لكم مثلا بحال شي سفود ديال اللحم ديال الكباب، ملي تكونوا في تديروا الشوا دونك تيكون الحيمات على هذا الشكل هذا، وتتكون تيبان لك شي شويه داك الحديده ديال السفود، وسموها داروها بحال هكذا وسموها هذه بالكباب كيس على الكباب او السفود ديال الشوا. دونك هادو هما لي زاميريكان ديما تيكونوا سامبل وما تيكومبليكيوش لي شوز، وتيسميو سميات اللي هما حقيقة تيكون داكشي اللي تيشوفوه فيزوالمون كيما تيشوفوه تيسميوه. دونك هادو هما لي كيسز اللي ضروري خصكم تبقاو تيتوليزيهم، لا ديكلاراسيون دي فاريابل لي ميثود دي فونكسيون تنستعملو الكامل كيس، لا ديكلاراسيون ديال لي كلاس لي انترفاس تنستعملو باسكال كيس، تنستعملو سنيك كيس كيما شفتو كيلكو فاريابل في لوكا ديال مثلا ديال بايثون، او لا تنقدو نيتوليزي او نيفو دو لا كرياسيون ديال لي فيشي، لا كرياسيون ديال لي دوسيي، لي نون ديال لي فيشي ولي دوسيي، وكذلك تنيتوليزي سكون ابيل لي فورين كي او نيفو ديال لا باز دو دوني. كذلك شفنا الكباب كيس يمكن لكم تستعملو او نيفو ديال سي اس اس كلي فالور اكسيتيرا، وكذلك يمكن لكم تيتوليزي او نيفو ديال لي فيشي لي دوسيي، وتيتوليزي في friendly CU ou le URL friendly CU. هادو سو سون دي تكنيك ولا دي كيسز اللي ضروري خاصكم تكونوا عارفينهم. كاينين دوتر كيسز اللي كنا تنيتوليزيو مثلا شحال هادي سورتو افيك لو لونغاج مثلا لو لونغاج اللي هو قديم شويه و تيتوليزيو او نيفو ديال لي بونك، نسيت السميه ديالو، تكتبوه لي في كومونتير. وتاي ايتوليزيو فيه واحد ليكريتور على واحد الكيس سميتها الهانغاريان كيس. الهانغاريان كيس هو ان في كل فاريابل تن انيسياليزي او لو ديبي ديالها ولا لو بريفيكس ديال لو نون دو لا فاريابل تيكون فيه ابريفياسيون ديال لو تيب ديال ديك لا فاريابل. مثلا عندي اون فاريابل هادي لو كا ديال ديال فيرست نيم، باش غن انيسياليزي انا عارف بان غيكون لو تيب ديالها سترينغ، دونك هنا تندير فيرست نيم تندير اي اس تي ار هاد فيرست نيم بالباسكال كيز، يعني تنقول بان راه هاد لا فاريابل راه لو تيب ديالها هو سترينغ. دو ميم الا كانت عندي اون فاريابل غادي تافيكتي ليها ان نيميرو او لا ان اونتي، تدير اي ان تي فيرست نيم مثلا او لا ايج في هاد لوكا. دونك ديما تتبريفيكسي لا فاريابل لو تيب هكذا باش فيزوالمون لو ديفلوبور تيكون عارف بان هاد لا فاريابل راه الاصل ديالها راه اونتيي ولا سترينغ ولا دابل اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هادو هما لي كيسز لي ضروري غيخصكم تعرفوهم، و الا كانت عندكم شي كيستيون خليو في لي كومونتير ان شاء الله غادي نجاوبو على كاع لي كيستيون ديالكم. دابا بغيت ندوز لواحد واحد الحاجه لي تري تري امبورطون، هو لو ايميت. اي ديفلوبر تيخدم في الويب او